بين الدول الكبرى وإيران بشأن مشروعها النووي، كما تواصل إسرائيل العمل ضد الدعوات الفلسطينية لمقاطعتها. وجاءت تصريحاته في حديث مع مراسلنا نواشر الياس. إسرائيل لم تغير موقفها حيال الصفقة المزمعة مع إيران، نحن لا نزال نعارض هذه الصفقة لأنها في نهاية المطاف تمنح إيران أفقا مليئا بالقنابل النووية، بعشرات القنابل النووية، وبالتالي هذه الصفقة سوف تمنح إيران بعد رفع العقوبات عشرات المليارات من الدولارات التي ستصرف على تمويل الآلة العدوانية الإيرانية في المنطقة. رئيس الوزراء نتنياهو قد تحدث مع وزير الخارجية الألماني في هذا الصدد، وهو عبر عن استياء إسرائيل من الصيغة الحالية بما يتعلق بالصفقة المزمعة مع إيران. نحن لا نزال نجري محادثات حثيثة مع الدول المعنية لكي يتم التواصل إلى اتفاق أفضل، ونحن نصر على أن يمكن التواصل إلى اتفاق أفضل سيضمن ليس فقط أمن إسرائيل بل أيضا أمن المنطقة والعالم. الجانب الفلسطيني لا يزال يرفض العودة إلى المفاوضات السلمية. نعم، السلطة الفلسطينية قد تخلت تماما عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، هي تخلت عن العودة إلى المفاوضات. رئيس الوزراء دعا الطرف الفلسطيني مرة أخرى إلى العودة إلى التفاوض المباشر بصفته المسار الوحيد الذي يضمن التواصل إلى اتفاق سلام وإلى دولة فلسطينية حقيقية على الأرض. ولكن واضح من التصرفات والممارسات الفلسطينية الأخيرة بأن السلطة تريد أن تتملص من المفاوضات، تريد أن تنقل الصراع إلى الحلبة الدولية، هي تريد أن تسيس المؤسسات الدولية لكي يتم نزع الشريعة عن إسرائيل ويتم إقصاء إسرائيل من مؤسسات دولية كما شهدنا في الأيام السابقة بما يتعلق بمنظمة الفيفا. ولكن واضح تماما لكل من يتابع الأمور، ونحن على صلة مع الكثير من الدول المعنية التي تلعب دور في هذه الحلبة، واضح تماما بأن السلطة الفلسطينية لا تريد المفاوضات، لا تريد السلام، واضح تماما بأن إسرائيل ملتزمة بالعودة إلى المفاوضات. رئيس الوزراء نتنياهو قد قال أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة بأنه ملتزم تماما بحل دولتين، دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بدولة إسرائيل وهي الدولة القومية للشعب اليهودي. كيف تتعامل إسرائيل مع قضية المقاطعة أو محاولات لمقاطعتها؟ المقاطعات هي فعلا تكتيك فلسطيني هدفه هو التملص من المفاوضات أو فعلا إغلاق الباب على كل فرصة للعودة إلى المفاوضات. هم يعتقدون بأن يمكن إقصاء إسرائيل من مؤسسات دولية، ولكن الدول التي كنا على اتصال معها دول كبيرة ومهمة في العالم تدرك بأن التسييس لهذه المنظمات التي لا علاقة لها بالسياسة، هذا التسييس سوف يؤدي إلى تدمير هذه المؤسسات. ولذا الكثير من الدول الأوروبية والأخرى دعمت الموقف الإسرائيلي. نحن أفشلنا الحراك الفلسطيني في الفيفا، جبريل الرجوب وهو فعلا داعم للإرهاب، داعم لعمليات إرهابية ضد إسرائيل، قد فشل في التواصل إلى تصويت، ولذا هو توصل إلى تسوية. نحن نعتبر ذلك إنجازا إسرائيليا دبلوماسيا كبيرا جدا، ونحن نعلم بأن هذا جزء من تكتيك فلسطيني شامل، من استراتيجية فلسطينية شاملة، ونحن مستعدون تماما لخوض هذه المعركة أيضا في المحافل الدولية من أجل عدم تسييس هذه المنظمات ومن أجل إحباط هذه الاستفزازات الفلسطينية.